الرئيس بعد انسحاب اليونيتامز في الأسبوع الماضي، فإن مرحلة التصفية الفنية قد بدأت، وأنا ممتن أيما امتنان للموظفين الوطنيين والدوليين للبعثة على تفانيهم وخدمتهم المتميزة في ظروف عصيبة. أشكر أيضا جميع الشركاء الذين يساهمون في تنفيذ ولاية اليونيتامز. وعلى الرغم من أن هذه البعثة قد انتهت ولايتها، فإن عملنا الجماعي من أجل السلام يجب أن يتواصل وأن يتكثف. وقف القتال أثناء شهر رمضان من شأنه أن يخفف من المعاناة وأن يفسح المجال لسلام مستدام. دعونا لا ندخر أي جهد لمساندة الشعب السوداني في تطلعاته المشروعة لمستقبل سلمي وآمن. شكرا. I thank the Secretary General.